برامجنا منبثقة عن الواقع المعيشي اللي نعيشه فيه احنا التونسيين الكل وخاصة في صفاقس وخاصة في صفاقس واعد. انا بانتمائي عندي دوبل ولا تريبل كاسكيت، انا بنت ريف، بنت القطاع الصحي، بنت برشا بلايس معناها خلوني نشوف برشا نقائص عملت عليها قائمة مستقلة. القائمة المستقلة متاعي هي كان البرنامج متاعها مقسم، خاطر صفاقس واحد كي دي صفاقس واحد معناها بريسك 500,000 ساكن مختلفة مشاربهم، مختلفة جغرافيتهم، فما قرقنا، فما ساقيت زيت وساقيت الدير. احنا قرقنا نقولوا جسر الحلم، ساقيت زيت ساقيت الدير احنا نطالبوا بولاية، إزالة سكة الحديدية، سكة الموت، لطروط صفاقس المهدية. وبالنسبة للمعتمديات الأخرى عاد حدث ولا حرج، من المشاكل والمشاغل والحلول المنتظرة من المواطنين، أنا نقول لهم إن شاء الله البرنامج نبو مش نقوله أنا في دقيقة ونص، هو معلق اطلعوا عليه الناخبين الكل، إن شاء الله أنا نقنعهم بشخصي وبقائمتي وبمشروعي. وإذا كان حطوا في ثقتهم فينا رانا احنا باش نصلحوا النقائص الموجودة في ريف مازال شاكر، في معتمدية مازال شاكر ككل، الحنشة، بير علي، جبنيانة، العامرة، قرقنا، الساقيتين.